ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن طرق لتربيه الطفل بدون ضرب. طرق يعني دايما بيتقال لي انت بتقولي بلاش تضربه، محدش يضرب ابنه، محدش يضرب بنته. طيب ايه الطرق البديله اللي انا اقدر اتعامل بيها مع ولادنا من غير ما نضرب؟ طرق تربيه للطفل بدون ضرب. اول حاجه احنا لازم نبقى عارفين كويس جدا ان الضرب ده ليه عواقب كتير جدا، اثار نفسيه واثار جسديه على الطفل، وان هو اصلا مش داخل جوه الاسس التربويه اللي المفروض نتعامل بيها، وان هو اصلا مش داخل جوه الاسس التربويه اللي المفروض نتعامل بيها. كمان ده ممكن يخلي الطفل يتعرض لازمات نفسيه كتير جدا ويعمل عليه ضغط نفسي رهيب. طيب ايه الطرق بقى البديله للضرب بدل ما اضرب ابني؟ اعاقبه ازاي؟ طيب هنمسكها واحده واحده. اول حاجه، في حاجه اسمها النظره الحاده او الهمهمه. كده النظره الحاده دي لازم ادرب ابني عليها من هو صغير. ابدا اللي هو احنا بنسميها التبريئه، ان ابرق له ان هو مثلا هيبدا يعمل حاجه ابدا ابص له. النظره دي لو الطفل اتعود عليها من صغره، ان هو لما بيعمل حاجه غلط ماما بتبص بصه معينه بيخليه يرجع عن الغلط ده، هيتعود عليها وهيكبر ان ده نوع من انواع العقاب. بدل ما انا اول ما بقوم على الطفل بقوم اروح ضربه ومكسره وارمي وودي واجيب. يبقى اول حاجه النظره الحاده او الهمهمه، واتفقنا ان دي بتجيب نتيجه حلوه جدا لو دربت ابني او بنتي عليها من هم صغيرين، ان انا معوداهم انهم لما بيبداوا يعملوا اي حاجه غلط ببدا يبقى ليا بصه معينه كده. في النظره دي الطفل بيبدا يرجع عن الغلط اللي هو بيعمله او بيحس ان هو عمل حاجه غلط. طيب تاني حاجة، الحرمان من الأشياء المحببة للطفل، وده برضو بيكون بالتدريب والتدريج. ده بيكون بالتدريب والإيه؟ والتدريج. يبقى الحرمان من الأشياء المحببة للطفل، وده بيكون بالتدريب والتدريج. إزاي بالتدريب والتدريج؟ يعني مثلا هو بيحب مثلا يتفرج على يمسك التاب مثلا، هبدأ أحرمه منه في اليوم ده خالص، حتى لو بديهوله نص ساعة، مفيش نص ساعة في اليوم ده اللي هو عمل فيه حاجة غلط. أبدأ أمنعه إن هو يخرج مع أصحابه لو ده يعني ده كنوع من أنواع العقاب، فبعد كده ما يكررش الحاجة اللي عملها. وطبعا ده بيكون بالتدرج وعلى حسب الطفل، هو ده فعلا متضايق من الحق يعني حسب الطفل، الحاجة دي عملها كبيرة قوي تستاهل انه يتعاقب كده، ولا هي حاجة بسيطة وتعدي؟ لان احنا اتفقنا برضو من ضمن فنيات تعديل السلوك او من ضمن ان انا بعدل سلوك ابني، ان انا لازم يبقى عندي حتة تجاهل شوية، لازم اتجاهله شوية. يبقى قلنا تاني حاجة الحرمان من الاشياء المحببة للطفل، قلنا ان احنا نحرمه مثلا من الفرجة على التلفزيون، او ان هو يخرج مع اصحابه، او مثلا من لو بجيب له مثلا شوكولاتة او حاجة في اليوم ده يبقى محروم منها. تمام، بس الحرمان من شيء بيحبه الطفل ده ما يبقاش كتير. احنا بنقول طرق بديلة، يعني ممكن نختار الطريقة دي، ممكن نختار الطريقة دي، دي اسمها طرق بديلة واكتر من طريقة. مش اصمم على ان انا احرمه بس، فده هيخليه برضو يعني مش من انواع العقاب اللي هي افضل مستمرة عليها. تمام، تالت حاجة ان انا اسيبه يتحمل نتيجة افعاله. يبقى تالت حاجة بديلة عن الضرب ان انا اسيبه يتحمل نتيجة افعاله. واسيبه يتحمل نتيجة افعاله ازاي؟ طيب ان هو مثلا محلش واجب المدرسة، اسيبه تاني يوم يروح المدرسة عادي والمدرسة هي اللي هتعاقبه. تمام، كب مثلا المكعبات او لعبه على الارض، اسيب الحاجات تبقى مرميه على الارض وبندوس عليها لحد اما تبوظ، وكده كده هتبوظ مش هيجيلك غيرها، فانت اللي هتضطر تلم الحاجات اللي انت رميتها على الارض. تمام، يبقى تالت حاجة أسيبه يتحمل نتيجة أفعاله. الأنواع العقاب دي لازم أبدأ فيها مع الطفل من سن صغير عشان يتعود على كده، لكن إحنا بنعود ولادنا من سن صغير على الضرب وبس، إن أنا طول الوقت بفضل أضرب وبس. تمام، طيب إيه كمان من أنواع العقاب اللي ممكن نعملها مع الطفل بديلة عن الضرب؟ الهجر. الهجر أو الخصام، إن أنا أخصمه واغير اسلوب معاملتي معاه. يبقى ان انا اخصمه واغير اسلوب معاملتي معاه. اطفال كتير جدا بتعمل الحاجه الصح حبا من هي بتحب مامتها او باباها. طيب انا دلوقتي لما ابدا اغير معاملتي مع ابني من الطريقه اللي انا كنت بالراحه وبشويش والكلام ده كله، بدات اغير معاملتي معاه ان انا بقيت مكشره على طول، بقيت متضايقه من حاجه معينه هو بيعملها، هيبدا الطفل يحس ان هو بدا يعمل حاجه غلط. واتفقنا ان اي نوع من انواع العقاب لازم بالتدريج وبعود ابني عليه من وهو صغير. تمام، طيب كمان ان انا بخصمه او بغير طريقه معاملتي معاه، ده بتخلي الطفل يبدا يحس
يعلي عنده شوية إحساس أو الشعور بالذنب، إن هو بدأ يعني إن الخصام اللي ماما خصمهولي ده مأثر فيا ومضايقني، فأبدأ أراجع نفسي تمام وأبدأ ما أعملش الحاجة. وطبعا ده بنبدأ مع الطفل ندربه عليه من هو صغير. رقم 5، حاجة بديلة للضرب، إظهار عدم الرضا وخيبة الأمل. يعني إيه إظهار عدم الرضا وخيبة الأمل؟ يعني إحنا بنفضل ندلع الطفل أوي لحد ما نحس إن هو يعني تصرفاته، التصرفات اللي بتطلع منه دي إحنا مش عارفين نعدلها من كتر الدلع اللي إحنا بندلعه لابننا. وكمان إحنا بنحط توقعات كبيرة أوي مختلفة خالص عن قدرات الطفل. أنا بحط لابني أو بنتي توقعات كبيرة أوي مختلفة عن القدرات اللي قدامي. طيب المفروض إن أنا بأكد دايما على ابني إيه الصح وإيه الغلط، بأكد على ابني الصح من الإيه من الغلط. طيب انا لو باكد على ابني كل شويه الصح من الغلط وهو استمر في ان هو يعمل الغلط، يبقى انا لازم اعيد تاني على ابني، اعيد وازيد ان شاء الله مليون مره الصح والغلط. طيب انا دلوقتي هو عمل الحاجه اللي انا مدربه عليها وعملها غلط برضو، ابدا احسسه ان انا متضايقه، ده يعني اللي هو ايه، انا مش راضي عن اللي انت عملته، انا مش مبسوطه من اللي انت عملته. وفي نفس الوقت لو عمل الحاجه الصح ابدا اظهر له الرضا والانبساط، انا مبسوطه ان انت عملت الحاجه دي صح، انا مبسوطه ان انت شاطر في كذا. تمام. رقم 6، فرض ضريبه على الطفل. يعني ايه فرض ضريبه على الطفل؟ ممكن نعمل له حصاله كده او صندوق، ده كل ما تغلط في حاجه هتحط من مصروفك فيه، كل ما تغلط في حاجه هناخد من مصروفك ونحطه في الصندوق ده زي صندوق العقاب، او يعني ان هو بيعمل ضريبه على الغلطه اللي غلطها. طيب ده بيفيد في ايه؟ ده بيفيد بيعلم الطفل قيمه الفلوس، بيعلم الطفل ان هو اللي بيغلط لازم يكون ليه، يعني لازم بيتحاسب. اي واحد بيغلط سواء طفل او واحد كبير بيكون ليه عواقب، الغلط ده ليه عواقب لازم نتحملها، زي ما عملنا الحاجه بالشكل اللي مش صح لازم اتحمل العواقب اللي بتكون مش سليمه. تمام. حاجه كمان بقى، الضرب ده ليه ضوابط ومحاذير، يعني مش عمال على بطال كده، ما ينفعش خالص اضرب ابني على وشه خالص ولا اضربه على قفاه. تمام. الحاجات دي ممنوعه خالص، يعني دي اسمها اهانه والرسول عليه السلام نهى عن كده. تمام. كمان في حاجات ايجابيه وفعاله احسن من الضرب وبتبني شخصية الطفل، لكن الضرب هيطلع طفل مهزوز، هيطلع بني آدم مهزوز مش عارف يتعامل في أي حاجة، هيطلعه لإما مهزوز لإما جبان لإما عنيف. فأنت دلوقتي مش بتعاقب ابنك بس، أنت بتبني الشخصية بتاعته. فالطرق اللي احنا قلناها، وفي طرق تانية كتير ممكن أي حد يفكر فيها مع ابنه على حسب تكون مناسبة لشخصية ابنه وطريقة التعامل اللي بيتعاملها مع ابنه، يحاول يطلع طرق جديدة ونبدأ للعقاب بيها، مش عمال على بطال عمال أضرب إيه؟ أضرب ابني. كمان الطفل، أنا لما بسمح لابني أو بنتي يستفزوني لدرجة توصلني للضرب بتبقى الغلطة عليا أنا مش على ابني ولا بنتي. لما بسمح لابني أو بنتي يستفزوني لمرحلة إن أنا أوصل إن أعصابي تسور أوي لدرجة إن أقوم أضربهم، ده الغلط عليا أنا مش على ابني ولا بنتي. ليه الغلط عليا أنا مش على ابني ولا بنتي؟ لأن المفروض إن أنا بحاول أضبط نفسي أو أضبط انفعالاتي مع اولادي، عشان خاطر انا اتفقنا قبل كده ان بابا وماما مرايه للطفل، فهياخدوا كل ده وهيبقى الطفل لا اما عنيف لا اما مهزوز لا اما بيخاف من حاجات ما مش طبيعي انه يخاف منها. تمام. يبقى الطرق البديله للضرب هنقولهم مره كمان، وممكن اي حد حابب ان هو يحط اي طرق ثانيه بيتعامل بيها مع اولاده يحطها. اول حاجه النظره الحاده والهمهمه، ودي بتيجي بالتدريب. تمام. تاني حاجة الحرمان من الأشياء المحببة من الأشياء المحببة للطفل، سواء من الخروج سواء من التلفزيون سواء من مثلا البونبوني، من الحاجة اللي هو بيحبها، من البلاي ستيشن على حسب الحاجة اللي هو بيحبها. تالت حاجة إن هو بنسيبه يتحمل عواقب اللي هو عمله، يعني لو ما حلش واجب المدرسة نسيبه يروح المدرسة يتعاقب من المدرسة. طيب لو رمى اللعب بتاعته نسيبها لحد وندوس عليها ونبوظها لأن هو اللي رماها، فهو يتحمل وما نجيبوش إيه؟ وما نجيبش غيرها. تمام. كمان رابع حاجة الهجر وتغيير أسلوب المعاملة مع ابني أو بنتي. الهجر يعني إن أنا خصمه وإيه؟ وأبدأ أغير الأسلوب اللي أنا بتعامل بيه مع الطفل، ده بيأثر عليه جدا وبيخليه يبدأ يحس طب أنا غلطت في إيه؟ طب أنا أتأسف لماما، طب أنا هعتذر، طب أنا مش هعمل كده تاني. تمام. رقم 5، إظهار عدم الرضا وخيبة الأمل، إن أنا بحس إن الحاجة اللي بيعملها دي لا أنت كده بتعمل غلط، اللي أنت عملته ده غلط أنا مش راضي عنه. ولما يكون بيعمل الحاجة الصح أبين له بقى الرضا والانبساط وإن أنا مبسوطة إن أنت اللي عملت الحاجة دي صح.
كمان ان انا بفرض عليه ضريبه على الطفل، قلنا نعمل له زي صندوق او حصاله، هو غلط في حاجه هيحط من مصروفه منها، غلطت في كذا، غلطات كبيره بقى احنا متفقين انك عملت حاجه معينه غلط هتحط كذا. طيب ده هيعوده ايه؟ هيعوده على ان هو يحس بقيمه الفلوس، هيحس ان هو لما بيعمل حاجه غلط ليها عقاب فعلا. طيب كمان اخر حاجه، الضرب ليه ضوابط معينه، بلاش ضرب خالص على الوش ولا القفا ولا الضرب اللي هو المبرح، لان ده فيه اهانه قويه جدا للطفل، واحنا اتنهينا عنه، الرسول عليه السلام نهى عن الضرب على الوجه، تمام؟ وليه اثار نفسيه كبيره جدا وحشه واثار جسديه كمان وحشه. ده طرق بديله للضرب. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.